دكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعيه. مساء الخير يا فندم. خير يا فندم. يعني كيف يستطيع النهارده كان في تصريحات من الاتحاد الاوروبي بانه القاره لا تحتمل توقف الاستيراد للسلع الهامه من روسيا ومن اوكرانيا، البترول، الغاز، القمح. توقعات حضرتك ايه للايام القادمه والارتفاع الجنوني في اسعار كل شيء، البترول، القمح، الذهب؟ اسمح لي اضيف للمقدمه اللي سيادتك ذكرتها. طبعا فيما يخص موضوع القمح، العالم بينتج في حدود 750 مليون طن قمح. اي اربع دول فقط بتنتج 50% من الانتاج العالمي من القمح، اللي هي الصين، الهند، روسيا، الولايات المتحده. ده بالترتيب يا فندم؟ نعم يا فندم. ده بالترتيب، بترتيب الانتاج، يعني الصين اكتر دوله بتنتج. الصين والهند. تمام. روسيا، الولايات المتحده. تمام يا فندم. الصين فوق ال 130 مليون. الهند حضرتك بحوالي 99 مليون. روسيا حوالي 78 مليون. الولايات المتحده في 50 مليون. لما بنجمع ده حضرتك تلاقي تقريبا في حدود ال 50% 45 ل 50% من الانتاج العالمي. روسيا بقى واوكرانيا زي ما سألتك برضه ذكرت في المقدمه من 20 ل 25% من صادرات القمح على مستوى العالم. السوقين دول بالتحديد كان من ضمن الاسواق اللي هي الايه المناشئ اللي مصر بتستورد منها القمح. طيب ده بالنسبه للانتاج العالمي. لو اتكلمنا عن الانتاج المصري برضه عشان نطمن سيادتك ونطمن سياده المشاهدين، يعني الانتاج المصري من القمح في حدود 9 مليون طن. ال 9 مليون طن ممكن يحققوا اكتفاء ذاتي من القمح في مصر بنسبه 100% لو متوسط استهلاك الفرد من القمح في مصر زي المتوسط العالمي. المتوسط العالمي حضرتك من استخدام القمح في حدود 90 كيلو، فرد يستهلك 90 كيلو قمح سنويا. احنا في مصر المتوسط نصيب الفرد بيتجاوز ال 180 كيلو جرام. يعني ضعف الضعف بالظبط. يعني سيادتك 9 احنا بنحتاج. طب هل في راي حضرتك يا دكتور كنائب لرئيس مركز البحوث الزراعيه، هل تستطيع البحوث الزراعيه ان تمدنا ببدائل او بتغيير لعادات سلوك المواطن المصري؟ وطبعا كده كده بيغير، يعني النهارده العيش، رغيف العيش اللي كان بيتباع مش عارف وصل ل 160 قرش ولا ايه في بعض الاماكن الغنيه في العاصمه في القاهره. الناس اللي بره المنظومه الخبز بتدفع رقم مش قليل في العيش، فغصب عننا هنضطر نتعلم ان احنا ما ناكلش كتير. لكن ازاي نعمل ده بشكل علمي، نقنع الناس بده؟ طيب خلينا اوضح لسيادتك ان ده فعلا بدا من الخمسينات، ان احنا طبعا هو دعم رغيف العيش، واخد بال سيادتك، طبعا بمبالغ باهظه، وان الافراط في استخدام طبعا القمح حضرتك بيعتبر تغذيه غير مثاليه رقم واحد، طبعا امراض السمنه رقم اثنين، بيستنفذ جزء كبير من الاحتياط النقدي، واخد بال سيادتك، في سلعه بيبقى فيه سوء استخدام بالنسبه للقمح او فيه يعني استهلاك كبير جدا في غير موضوع يعني بالنسبه للقمح. وده اللي عامل فجوه كبيره حضرتك ما بين الاستهلاك وما بين الانتاج. يعني زي ما ذكرت لسيادتك ممكن الانتاج يحقق اكتفاء ذاتي، على الاقل اكتفاء ذاتي نسبي، لكن للاسف سوء الاستهلاك واستخدام القمح في اشياء اخرى غير التغذيه، غير تغذيه الانسان، هو فعلا اللي عامل الازمه دي حضرتك. اي بس حضرتك ما قلتليش يا دكتور يعني ايه الجهود اللي ممكن تعملوها كمركز بحوث زراعيه واحنا كاعلاميين وكل حملات الثقافه عشان فكره الناس اللي بتقعد تاكل خمس ترغيفه في الوجبه الواحده دي، يعني ان ده مش هو احسن حاجه للجسم يعني. طيب خليني اوضح بس لسيادتك، يعني زي سيادتك ما ذكرت نقطتين. النقطه الاولى اسباب ارتفاع الاسعار، وادخل لسيادتك على مجهودات الدوله المصريه في السنوات اللي فاتت وزاره الزراعه بالتحديد. يعني النهارده اسباب ارتفاع الاسعار طبعا حضرتك النزاعات الاقليميه زي سيادتك ما انت شايف دلوقتي ومتابع مع روسيا واوكرانيا. الامراض زي كوفيد 19 حضرتك، يعني احنا من سنتين واحنا بنعاني نفس الاثر. ايوه حضرتك بتعتمد على واردات الغذاء، يعني دي سلعه يتم توريدها من الخارج، فاذا حصلت اي مشكله على مستوى العالم الامداد بسلاسل التوريد طبعا يعني لا يستمر، وبالتالي العرض بيزيد في اماكن والطلب بيزيد في اماكن ثانيه، فبيؤدي الى ارتفاع الاسعار. الحاجات الثانيه التغيرات المناخيه، ده احنا لو عاوز اقول لسيادتك من 30 سنه مثلا او من 25 سنه لما كنا نقول في حاجه اسمها تغيرات مناخيه ما حدش كان بيصدقنا. طبعا النهارده اصبحت الناس ما كانتش حاسه بيها بشكل مباشر.
ما حدش كان بيصدق. ما حد ايه التغيرات المناخيه يعني؟ في الصيف والصيف والشتاء هو الشتاء ودرجات الحراره ثابته. ما حدش كان بيصدق. دلوقتي حضرتك المناخ الشتاء والسنه دي اللي شفت الشتاء في مصر والسلوب في اماكن كتير والسيول في اماكن اكتر والحراره المنخفضه والحراره المرتفعه في الصيف، يعني اختلاف درجات الحراره والرياح والى اخره بيأثر تاثير مباشر جدا على المحاصيل الزراعيه وخاصه القمح. يعني طب دكتور عادل اخيرا عايز اسال حضرتك رايك في التصريحات الرسميه الخاصه باننا من نص ابريل هنستلم المحصول المحلي ويبقى عندنا 9 شهور احتياطي، وهل ممكن الامور ترجع الى طبيعتها خلال هذه ال9 شهور؟ برضو كان في كلام عن تامين شحنات قمح من 14 دوله مختلفه الحكومه بتتفق معاهم دلوقتي. طبعا يا فندم طبعا. بص حضرتك الكلام ده كلام كله سليم 100%، لان طبعا طبق للتصريحات مع وزير التموين احنا عندنا قمح في المخزون دلوقتي يكفينا 4 شهور. منتصف ابريل زي ما ذكرت، ده مش تصريحات بقى، ده شيء مؤكد ان احنا هنبدا حصاد القمح ان شاء الله في حدود بعد شهر او مثلا اكثر اسبوع او حاجه من الان. زي ما ذكرت انا سيادتك ان القمح الانتاج المصري، مصر الاول مره في التاريخ بيصل المساحه المزرعه من القمح 3.5 مليون فدان، ما حصلتش. اكبر رقم، وده طبعا كله بسبب السياسات اللي في البدايه اللي هي شجعت المزارع. يعني احنا يا فندم ال 9 مليون طن دلوقتي ده انتاجنا دلوقتي، قبل بقى ال 3.5 مليون فدان ده كان ايه؟ بص حضرتك قبل كده حضرتك كان ممكن 7 مليون و7.5 مليون، لكن انا عاوز اقول لحضرتك اديني بس فرصه بعدين سيادتك، الدوله فعلا قري الملف كويس جدا وخاصه وزاره الزراعه والوزارات المختلفه في الفتره اللي فاتت، ومتوقعه يعني اللي احنا بنشكي منه حاليا الدوله متوقعاه وخدت اجراءات فعلا على الارض عشان نزود المساحه. هو ليه المزارع اتجه الى زياده مساحه القمح السنه دي؟ لان طبعا في بدايه الموسم لو سيادتك تتذكر الحكومه زودت سعر توريد القمح. ايوه بالظبط، بتاخده منه بسعر معقول. اول مره سعر الاعداد بيتجاوز 800 جنيه وعلى اساس حركه كتشجيع للمزارع، واخد بال حضرتك، وبناء عليه المساحه المزارعه فعلا تجاوزت 3.5 مليون فدان. الانتاج ان شاء الله ممكن يصل الى 10 مليون ان شاء الله. انا عاوز اقول لسيادتك الحسبه اللي سيادتك ذكرتها ان احنا عندنا قمح يكفينا مثلا 9 شهور، لا احنا ممكن يكون عندنا 10 و11 شهر، لان سيادتك القمح اللي عندنا لما نتكلم في المخزون اللي موجود 4 شهور، والانتاج ان شاء الله القادم يكفينا كمان 6 أو 7 شهور، يبقى انت سيادتك بتتكلم فوق ال 10 شهور ان شاء الله. اطمن سيادتك كمان والساده المشاهدين بخصوص اذا كان السوق الاوكراني والسوق الروسي قفل، فطبعا في دول ثانيه زي المانيا وفي زي فرنسا وفي زي استراليا والولايات المتحده، دي دول كبيره في الانتاج وانتاجها اكثر بكثير جدا من استهلاكها، واخد بال حضرتك؟ فده اللي الدوله بتعمله في الفتره الحاليه ان هي يعني توجد مناشي جديده لاستيراد الايه؟ الاقماح عشان تكون كبديل لروسيا واوكرانيا. شكرا. برضه في نقطتين يعني المجهودات بقى للدوله العالميه، احنا بنحاول نعمل نعظم الاستفاده من الايه؟ من الاصول اللي موجوده المزارعه، من الاراضي المزارعه، عاوزين نزود العائد من وحده المساحه والميه. بنعمل حاجه اسمها التوسع الراسي. وزاره الزراعه بتستنبط اصناف جديده عاليه الانتاجيه حضرتك، مقاومه للتغيرات المناخيه الغير مواتيه، مقاومه للامراض والحشرات. الهدف ان انا اقلل الفاقد. عاوز اذكر لسيادتك مثال بس بسيط، لو رياح مثلا بعد المزارع ما بيعمل عمليه ري والرياح مثلا استمرت مثلا ساعات بسيطه، ممكن يحصل رقاد لمحصول القمح بالكامل فيحصل انخفاض مثلا بنسبه كبيره جدا من المحصول. بس سيادتك كل ده في خليه اسمها خليه مواجهه الازمات موجوده في وزاره الزراعه في كل محافظات مصر علشان توصل المزارع مع بيعمل حاجه اسمها الانذار المبكر حضرتك، ان شاء الله توقعات في رياح في الفتره من كذا الى كذا او حراره منخفضه او امطار، فالمفروض ما ترويش، المفروض تعمل ايه حضرتك؟ ايه المعاملات الزراعيه المفروض المزارع يعملها بحيث نقلل الاثر الضار بالنسبه للتغيرات المناخيه. مشكورك يا فندم. غير مواتيه. لو تسمح لي في نقطه ثانيه، النهارده ده التوسع الراسي، ايه ثاني؟ التوسع الافقي. احنا بقى لنا 7 سنين دلوقتي او 6 سنين بنسمع عن 1.5 مليون فدان، هو ليه 1.5 مليون فدان؟ هي ليه حضرتك الدلتا الجديده 2.2 مليون فدان؟ وليه 600,000 فدان اللي موجودين في سيناء؟ وليه حضرتك الارض اللي في توشكا وشرق وعنات المشاريع العملاقه الدوله؟ وليه التبطين اللي بيتم النهارده بمليارات النهارده عشان نوفر كل فتره ميه من الدلتا القديمه عشان نزرع بها المساحات المستصلحه، عشان نزرع القمح وعشان نوفر المحاصيل الاستراتيجيه كل المحاصيل مش القمح بس، مش عشان موضوع اوكرانيا وروسيا بنتكلم عن قمح، لان انت النهارده حضرتك انا كان عندي النهارده وفد مثلا من دول افريقيه كنا بنقول لو انا بجيب دولار معايا دولار ممكن اشتري كيلو طماطم مع كيلو بطاطس مع كيلو بصل مع كذا. فانت حضرتك النهارده نجحت انك توفر السلع الغذائيه مش القمح بس،
انت عندك اكتفاء ذاتي يا فندم بالنسبه للخضار بالكامل، الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان والارض، كل الحاجات دي عندك اكتفاء ذاتي من، عندك اكتفاء ذاتي من الرز، عندك شتك اكتفاء ذاتي من الدواجن، عندك شتك اكتفاء ذاتي من السكر. انت عندك مشاكل في ثلاث سلع فقط، منهم القمح مع الزيوت مع اللحوم الحمراء. مشكورك وده للدوله حضرتك تسمع. وعندنا مشاريع كتير زي البتلو وغيرها. بشكرك جدا دكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعيه. طبعا ده المداخله دي مش معناها ان احنا بنقول ان كل حاجه زي الفل وانه الاسعار مش غاليه، لا الاسعار غاليه، بس احنا عايزين نساعد نفسنا ان احنا يعني نقلل من العيش الكتير اللي بناكله وهو كده كده بيقل بالاسعار. لكن فعلا يعني طبق سلطه ومش لازم يكون فيه كل المكونات ومش عارف ايه بنفسجي وايه، لا ممكن يبقى فيه الاخضر نوع واحد، ان كان فلفل ان كان خيار ان كان بقدونس ان كان جرجير ان كان شبت ان كان، عشان يبقى بس فيه حته جزر حته قوطه، يبقى فيه طبق سلطه، هيقلل من احساس الواحد ان هو عايز ياكل عيش كتير.